يكون في عدد جيد من جمهور النادي الاهلي. احنا عارفين الامن مخصص او موافق على حضور 10,000 من الجماهير مباراة ان شاء الله يوم السبت في برج العرب. نتمنى من مجلس اداره النادي الاهلي اللي اكيد هيحاول بشتى الطرق ان هو يزود عدد الجمهور من 10,000 يوصل لحوالي 20 او 25,000. اعتقد هيبقى شيء جيد جدا وهيكون دافع قوي جدا، ولدينا شايفين في الصوره دي المنظر بتاع الجمهور بيبقى عامل ازاي، بيرعب اي فريق هتقابله وبيديك دافع قوي جدا جدا لبذل قصارى جهدك في الملعب عشان تحقق المراد والهدف الاساسي بالنسبه لك وهو الفوز. فبالتالي المسانده الجماهيريه ضروريه جدا جدا خلال الايام دي وخلال المباراه طبعا 90 دقيقه هتكون مصيريه بالنسبه للنادي الاهلي في مشواره في البطوله الافريقيه. الجمهور طبعا هو السند رقم واحد للنادي الاهلي في مختلف الاشياء او التحديات اللي بيشارك فيها كل الالعاب داخل النادي الاهلي. فبالتالي ما بالك كمان كره القدم تواجد الجمهور، وانا اعرف ناس من دلوقتي بتسال على التذاكر هتنزل امتى عشان متحمسين جدا ان هم يروحوا يأزروا الفريق من ارضيه الملعب، وده هيكون شيء مهم جدا. كمان عايزين او الشيء المهم يا جماعه ان احنا مش لازم ننتقد وخلاص. احنا الفتره اللي فاتت كنا بنشيل او بنشيد بمستر مارتين لاسارتي على الاداء الرائع اللي كان بيقدمه مع النادي الاهلي خلال المباريات. عارفين العوامل كلها ممكن ما تساعدش الفريق في المباريات الخارجيه وبالتحديد في افريقيا، لكن ده مش معناه ان احنا ممكن نهاجم جهاز فني او نهاجم لاعبين. بالعكس، هم عملوا اللي عليهم خلال مباراه الامس. ممكن بعض الامور اللي عايزه تتصلح شويه، لكن ده ما يمنعش ان لازم يفضل في مسانده قويه جدا من جمهور النادي الاهلي. زي ما بقول لحضراتكم 5-6 ايام اهو لحد المباراه، لازم يكون في مسانده قويه جدا من الجمهور، وكمان يوم السبت ان شاء الله من خلال مدرجات ملعب الجيش ببرج العرب تكون اقوى مسانده لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، وان شاء الله باذن الله يقدر الفريق يفوز ويتاهل كاول المجموعه الرابعه لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا.